انطلقت فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتصلب المتعدد بمشاركة المرضى بهدف نشر التوعية بهذا المرض لجميع المواطنين، وبمشاركة جمعية رعاية التي تدعم مرضى التصلب المتعدد وجمعية التصلب المتعدد والجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب. الاحتفالية حضرها عدد كبير من المرضى وعدد كبير من الاستشاريين وأساتذة الجامعات في تخصص التصلب المتعدد وتخصص المخ والأعصاب، فكانت بمثابة احتفالية اجتماعية وعلمية وتوعوية كبرى تم خلالها مناقشة جميع المستجدات في مجال مرض التصلب المتعدد من حيث أحدث طرق التشخيص وأحدث خطوط العلاج العالمية التي تطبقها مصر، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الصحة والجامعات المصرية وجمعية رعاية في توفير الدواء اللازم لمرضى التصلب المتعدد. الحقيقة هو طبعا منظومة التصلب المتعدد شهدت تطور كبير جدا في خلال العشر سنوات الأخيرة. يعني احنا من 10 سنين بالضبط ما كانش في أدوية متوفرة على قطاع الدولة، سواء تأمين صحي أو نفق الدولة. ما كانش عندنا قواعد بيانات للتصلب المتعدد، ما كانش عندنا مقالات منشورة دوليا رغم التاريخ العريق لأساتذة مصر من الخمسينات في التصلب المتعدد. كان ما فيش قاعدة بيانات. في خلال العشر سنين اللي فاتت حصل تطور مذهل، بحيث أنه هذا التطور أصبح قصة نجاح بتدرس على مستوى العالم، وده كلام مش مبالغة. يعني على مستوى المنظمات العالمية هي بتدرس إزاي مصر قدرت تتطور في العشر سنوات الماضية في التصلب المتعدد. أصبحت كل أدوية التصلب المتعدد متوفرة على نفقة الدولة أو في قطاع التأمين الصحي، والحقيقة يعني الدولة مشكورة ووفرت كل الأدوية، بحيث أنه النهاردة ما فيش مريض تصلب متعدد بيدفع تكاليف علاجه إطلاقا. مشكلة المرضى التصلب المتعدد أن هم ممكن يبقى عندهم زيادة وزن وسمنة، وممكن على الجانب الآخر نلاقي مرضى تانيين عندهم نحافة شديدة جدا وفقدان للوزن وفقدان للشهية. فدايما احنا بنبقى عايزين المرضى بتوعنا يحافظوا على وزن صحي يتناسب طبعا مع الطول بتاعهم. فعلى هذا الأساس بنبدأ نقيم المريض بتاعنا ونشوفه هل هو وزنه صحي ولا زيادة ولا أقل من الطبيعي، وعلى أساس كده بنبدأ نحسب له السعرات اللي المفروض نديها له، ونبدأ نقسم له السعرات دي على مدار اليوم في صورة وجبات وسناكس أو وجبات خفيفة بينية. وطبعا لازم نغطي كل احتياجات الجسم من الكربوهيدرات والبروتينز والفات اللي هي الدهون، وطبعا الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي الجسم محتاجها. اول ما بنعمل كده مع مريض التصلب المتعدد بنلاقي ان في تحسن شديد جدا في نشاطه وفي الحركه بتاعته وفي ما يسمى بجوده الحياه. يعني ايه جوده الحياه؟ يعني هو قادر ازاي يعيش حياته ويمارس الانشطه بتاعته، يروح شغله، يروح مثلا لو بيدرس او كده. فبنلاقي تحسن شديد جدا في جوده الحياه الخاصه بمريض التصلب المتعدد. النهارده بشارك في اليوم الجمعيه المصريه للاعصاب بالاشتراك مع جمعيه رعايه للمرضى التصلب المتعدد. أهم حاجة النهاردة دوري فيها أن أنا أوضح أن مرض التصلب المتعدد هو ضغط بيواجه الشخص، ضغط شديد. الضغط ده إزاي يتعامل معاه فيها، إزاي يقدر أنه هو يكمل حياته بعد ما يكون حصلت له، إزاي يتخطى مرحلة الحزن أن أنا عندي مرض جالي ومرض هيبقى مزمن لحد ما، صحيح بيروح ويجي بس هو مرض مزمن. إيه الحاجات اللي أقدر أعملها علشان أقدر أتخطى الصعاب ديت؟ الحاجة الأهم بقى، إيه أهم حاجات ممكن تجيلي وأنا تعبان؟ هل مثلا ممكن يجيلي اكتئاب ولا لأ؟ هل ممكن يجيلي توتر ولا لأ؟ إيه أهم الأمراض النفسية اللي ممكن تحصل؟ إزاي أحافظ على صحتي النفسية وأنا عندي مرض مزمن؟ الاكتئاب دوت بسبب التصلب المتعدد ولا نتيجة للتصلب المتعدد؟ هي دي أهم حاجة إحنا يهمنا إن إحنا نوضحها، وأهم حاجة إن إحنا نحسن الصحة النفسية للمريض اللي هو عنده تصلب متعدد، لأن تحسين الصحة النفسية بيؤدي إلى تحسين الحالة النفسية وبالتالي الحالة العضوية وقدرته على التوائم والتأقلم على وجود مرض مزمن. احنا الحقيقة النهاردة في يوم مهم، ده اليوم العالمي للتصلب المتعدد. زي ما احنا عارفين ان الامراض، كثير من الامراض المهمة الحقيقة اللي يمكن كل البلاد بتهتم بيها، بيعملوا زي يوم عالمي للتوعية بالمرض ده،
ومشاركة سواء الأطباء أو المرضى أو الجمهور بصفة عامة يعني إرسال رسالة لأهمية المرض ده وطرق العلاجه ومقال المرض ده ممكن بعد كده يوصل لإيه. التصلب المتعدد الحقيقة من الأمراض المهمة جدا. صحيح هي نسبة إصابته ما نقدرش نعتبرها من الإصابات العالية قوي، إحنا بنتكلم على من 20 لـ40 في 100 ألف، فتقريبا بنقول في مصر في حوالي 40 ألف مريض أو أكثر قليلا. لكن خطورة المرض ده في أنه بيصيب الفئة العمرية اللي هي سن الشباب، لأنه المرضى دايما بيبقوا تقريبا في العشرينات أو الثلاثينات، ودي طبعا أكثر فئة منتجة، وفي نفس الوقت هم دلوقتي قدامهم مستقبل كبير جدا سواء من ناحية الحياة العملية أو الحياة الأسرية. عشان كده بنهتم جدا بالتوعية بالمرض ده، خاصة أنه له علاج، وخاصة أنه المرض أصبح لو المريض خد العلاج من البداية وفي التوقيت المناسب واستمر في متابعة العلاج بيعيش حياته بصورة طبيعية تماما كأنه لم يصاب بأي مرض. احنا لو اتكلمنا النهاردة طبعا بمناسبة اليوم العالمي للأمقاس، لازم نقول الأمقاس وصل فين في مصر. الأمقاس في مصر بقاله فترة لا تقل عن 6-7-8 سنين، بدأ ياخد خطوات مختلفة جدا الفترات اللي فاتت، بقاله تواجد، بقاله وحدات تشخصه على ابتدت بالوحدات الجماعية ومستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي، بقت فرصة التشخيص عالية جدا وعلى قد ما بنقدر بدري، لأن الأدوات اللي محتاجينها للتشخيص بقت متوفرة جدا، سواء على مستوى الأشعة، الرنين، الحاجات الفسيولوجية، وكمان تحليل السائل النخاعي. وقبل ده وده إزاي نحن نشخصه إكلينيكيا طرق التشخيص العالمية، لأن احنا في مصر ماشيين على الإرشادات العالمية في التشخيص اللي هي الدايجنوستيك كرايتيريا. إذن احنا في مصر لما بنيجي نتكلم على تشخيص التصلب المتعدد على مستوى الوحدات الأمقاس الموجودة في مصر، زي ما قلت لحضرتك الوحدات الجماعية كبداية والوحدات الموجودة في وزارة الصحة في المستشفيات الوزارة وكمان في التأمين الصحي، ماشية على النهج العالمي وبالإرشادات وطرق التشخيص العالمية. مرض التصلب المتعدد هو طبعا مرض بيصيب الفئة العمرية الشبابية من 20 لـ40 سنة، ده الأكثر. هو التشخيص الحقيقة بداية بيبقى تشخيص إكلينيكي، أي عرض يصيب الجهاز العصبي المركزي من أول العصب البصري، أعصاب الحركة، أعصاب الإحساس، أعصاب الاتزان، أي حاجة تصيب الأعصاب المركزية لازم نشك في مرض التصلب المتعدد. لكن برضو مش عايزين نخوف الناس، لأنه كتير بيجي لنا أعراض عرضة ترانزيانت، كحاجات تقعد، حاجات بسيطة وتروح. لازم العرض يقعد فترة لا تقل عن 24 ساعة. أي عرض من أعراض إصابة الأعصاب المركزية تقعد فترة أكثر من 24 ساعة، لابد يلجأ المريض لمناظرة دكتور متخصص في أمراض المخ والأعصاب. خلينا بس نقول إن مرض التصلب المتعدد هو مرض مناعي بيصيب الجهاز العصبي، بيجي على هيئة نوبات، يعني الحالة بتمشي إلى حد ما طبيعية في بعض الأوقات، ويصيبها بعض الانتكاسات أو الهجمات زي ما بنسميها، في صورة إن العيان ممكن يحس مثلا بتقل أو تنميل أو إرهاق شديد أو مشكلة مثلا في أشياء أخرى تصيب الجهاز العصبي. الحقيقة أن احنا لازم في الوقت ده نشوف الحالة كويس عشان نقيمها تقييم إكلينيكي كويس، وأوقات كتير بنحتاج للأشعاعات عشان تعضد الكلام ده، بعد كده بنبدأ علاج أو لا حسب رؤية الطبيب المعين. الحقيقة احنا بنقول أن مرضى التصلب المتعدد هم حالة خاصة من أمراض الأعصاب، وهم بيتعايشوا بصورة طبيعية جدا وما فيش أي مشاكل بالنسبة لهم، ويمكن الحاجات الوقائية مش هنبالغ لو قلنا إن هم زيهم زي الإنسان الطبيعي بالضبط، ما فيش أي اختلاف في ما عدا بعض الأدوية اللي هي بتعمل تثبيط أو إن هي بتقلل شغل جهاز المناعة بصورة ما، فساعتها بنديهم بعض النصايح ونقول لهم لو سمحتوا لو جيتوا مثلا تاخدوا الأدوية معينة أو تطعيمات معينة في وقت معين بلغونا بس قبلها، لأن أوقات بنحتاج إن احنا مثلا نفصل فاصل وليكن مثلا 4 أسابيع أو 6 شهور في بعض أنواع الأدوية على ما يبقى مسموح لنا إن احنا ناخد الأدوية. الحقيقة النهاردة احنا بنحتفل باليوم العالمي للتصلب المتعدد. اليوم العالمي للتصلب المتعدد بيوافق 31 مايو. النهاردة عاملين مؤتمر للتحدث عن أحدث وسائل التشخيص والعلاج لمرض التصلب المتعدد. مرض التصلب المتعدد هو مرض بيصيب الشباب من الجنسين. مرض التصلب أقول من الأول
دكتور عمرو حسن الحسني، استشاري استاذ امراض المخ والاعصاب، كليه طب قصر العيني، جامعه القاهره. النهارده بنحتفل باليوم العالمي للتصلب المتعدد اللي هو بيوافق يوم 31/5 من كل عام. مرض التصلب المتعدد هو مرض مناعي بيصيب الشباب من الجنسين في الفتره العمريه ما بين 20 ل 40 سنه، اللي هي فتره الانتاج والحيويه والشباب والشغل والجواز، فتره كل حاجه. وبالتالي هو ممكن يؤثر على قدره الشباب دول على ان هم يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي لو ما تشخصش بدري ولو ما تعالجش بدري. اهم اعراض المرض ده بتيجي، هو اسم تصلب متعدد، فهو ممكن يجي في اي حته في الجهاز العصبي، ممكن يصيب الابصار فيؤدي الى ضعف في الرؤيه او ازدواجيه في الرؤيه، ممكن يؤدي الى خلل في المشي، عدم اتزان في المشي، تنميل في الساقين، تنميل في الايدين، ممكن يؤثر على التحكم في الاخراج. وبالتالي اعراضه متنوعه قوي، وده اللي بيخلي تشخيصه احيانا ما بيبقاش سهل، لان المريض ممكن يتوجه في اتجاهات تانية بعيده عن المخ والاعصاب، ممكن يروح لدكتور العظام او دكتور العيون، وبالتالي ده ممكن ياخر تشخيص المرض. بالنسبه لجمعيه رعايه، هي يعتبر جمعيه المرضى الوحيده في مصر، احنا بحوالي 30,000 مريض. من إحصائية عملوها دكاترة المخ والأعصاب في مصر، نسبة المرضى الـ MS في مصر من حوالي 70 ل 90 ألف. أهداف الجمعية كان أول هدف لينا اللي إحنا يحصل توعية للمجتمع بالمرض. المرض نادر، مش معروف عنه كتير، مرض ملوش سبب ولا ليه علاج، فالتوعية بيه كانت قليلة جدا. فكان هدفنا اللي إحنا نوعي المجتمع بالمرض عشان نقدر اللي إحنا نحمي فئة الشباب اللي المرض بيجي في سن من 20 ل 40 سنة. فكان الهدف الرئيسي اللي إحنا الشباب عندهم درايه باعراض المرض، بحيث لو حس اي شاب اي عرض من الاعراض بتاعه المرض يعرف يتوجه للاتجاه الصحيح فيه. ده كان هدف من وده احنا حققناه من خلال حملات عملناها، حملات خاصه بالجامعات وحملات مع فريق كايرونرز وفريق جوبايك، يعني بحيث اللي اكتر مكان بيبقى متواجد فيه الشباب من النوادي والمولات. فده جزء التوعيه. كان الجزء الثاني اللي يهمنا اللي احنا نوفر الادويه للمرضى. الادويه مكلفه جدا، بتعدي مبالغ طائلة، فكان لازم طبعا بصفة شرعية ان العلاج يتوفر للمرضى. فالحمد لله بمساعدة شركات الأدوية والأطباء قدرنا ان يوجد 9 أدوية تأمين صحي ونفق الدولة.